هاي الزراعه تعتبر من الزراعات المشغله للاسره، يعني ممكن الاسره الواحده ان تقوم بزراعه دلم واحد، وعلى مدى عدد من السنوات ان يحقق ارقام ليست سهله بالنسبه للدخل. بينما لو زرعنا أي نوع من الزراعات عم نلاحظ أنه الزراعات ممكن السنوات سنة أن تعطيك مدخول عادي ووسط، وسنة أقل من الوسط، وقد يكون في سنوات خسائر كبيرة. هاي الزراعة مهما كانت لا تخسر أبدا بإذن الله طبعا، لأنه الأبصال إلى قيمة والأزهار إلى قيمة كبيرة جدا. يعتبر الزعفران من أغلى المنتجات على مستوى العالم، طبعاً بيعود هذا الأمر لعدة أسباب، أهمها أنه تكلفة الدلم الواحد ممكن توصل لأربع أو خمسة آلاف دولار. الأمر الثاني مسألة القيود اللي كانت على زراعة هذا المنتج، فنعرف نحن إيران هي المنتج الأول للزعفران، وكان في قيود على الدول العربية بالإضافة لبعض الدول الأجنبية بعدم زراعة هذا المنتج. طبعاً يكمن أهمية الزعفران لاستخداماته الطبية العالية، بالإضافة لاستخدامه ببعض الدول العربية إن كان بالقهوة المرة أو حتى بالنسبة للأكلات وأهمها الكبسة في دول الخليج.